جزاكم الله خيرا. ما هو حكم السبحة وهل هي بدعة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. السبحة، السبحة الصلاة، لكن السبحة عبارة عن الخرج اللي المنظوم الذي يكون مع بعض الناس يعدون به التسبيح، هذا لا بأس به إذا كان ما يعتقد لها فضيلة وإنما يتخذها للعد فقط، مثل الحصى، كن بيده حصى ولا بيده خرزات يعد بها التسبيح لأجل أنه ما يغلط بالعدد، هذا لا بأس، هذه وسيلة يستعين بها على عدد التسبيح سواء كانت خرزات أو كانت حصى، وكونه يسبح بأصابعه هذا أفضل، كونه يعقد التسبيح بأصابعه هذا أفضل وأحسن، لأن الأصابع أعظى من أعضائه يستعملها في عبادة الله وهي تستنطق وتشهد له يوم القيامة، فتسبيحه بأصابعه أحسن، وإذا سبح بخرزات السبحة أو بالحصى فلا حرج في ذلك إلا إذا اعتقد أن السبحة فيها فضيلة، ليس فيها فضيلة، مباحة من المباحات. نعم.